لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي. النهاردة طبعا انا بعتذر على تأخيري في تنزيل الفيديو لان كنت مسافرة، وان شاء الله هنعمل وصفة جميلة جدا النهاردة مع بعض لتطويل الشعر زي الهنود كده بالظبط. وصفة جميلة بمكون واحد هتشوف شعرك هيطول زي البرق ان شاء الله. المكون الواحد اللي احنا هنستخدمه النهاردة في الوصفة بتاعتنا هو البن او القهوة، البن العادي اللي احنا عارفينه بتاعنا او القهوة اهي. طيب احنا هنستخدمه ازاي؟ هقولك تستخدميه ازاي. اول حاجة عايزة اقولك ان البن ده مفيد جدا جدا للشعر، مفيد لتكثيف الشعر وتطويله، ومفيد برضو انه بيغذي الشعر، بيعتبر بروتين جميل جدا جدا للشعر. طيب طريقة استخدام البن ده هنستخدمه ازاي للشعر؟ هنستخدمه بطريقتين وهو مكون واحد بس، لكن هنستخدمه بطريقتين. ايه هما الطريقتين اللي احنا هنستخدمهم بيه؟ اول طريقة معايا هتجيبي 3 معالق من البن على كوب مية زي ما انت شايفة كده، 3 معالق بن وكوب مية هنحطهم في الكسرونة بتاعتنا او في الكنكة، وهتسيبيهم لحد ما يغلوا، يعني هتسيبيهم يغلوا جامد. احنا مش عايزين قهوة تتشرب، احنا عايزين تغلي والوش بتاعها يتقلب كده وتغلي تغلي تغلي بتاع 3 دقايق بعد ما يعني بعد ما تستوى كده على النار. انا عايزة الوش بتاعها يروح، تخليها تغلي بتاع 3 دقايق. بعد ما تغلي على النار 3 دقايق يلا بينا هقولك بقى نعملها ازاي ونستخدمها ازاي للشعر، وبرضو النهاردة مش طريقة واحدة، طريقتين وبرضو بالبن. يلا بينا هنعمل اول طريقة مع بعض. اول طريقة معايا بعد ما غليت البن في الكوباية بتاعتي هجيب الطبق او الكسرونة بتاعتنا، وهنحاول نصفي البن كده، هناخد المية بتاعته بس زي ما احنا شايفين كده، وعايزين التفل بتاعه ده هنستخدمه برضو بس هقولك عليه بطريقة تانية. اول حاجة عايزاكي تعمليها المية بتاعت البن دي بعد ما غليتها كويس جدا بالشكل ده هتحطيها في ازازة سبراي عندك او اي ازازة بخاخ، وهترش بيها على شعرك، على شعرك كله، ترش بيها على شعرك كله. دي اول حاجة هتعمليها بعد ما ترش بيها على شعرك. طبعا عايزين نغسل اول اهم حاجة نغسل شعرنا من اي زيوت او اي كريمات، وهنحط زي ما احنا قلنا هنرش بيها على شعرنا، مفيدة جدا جدا يا بنات، وبتطول الشعر وبتكثف الشعر. دي حاجة. الطريقة التانية اللي هتعمليها برضو في نفس الوقت، يعني انت هترشي دي وبعد كده هتستخدمي التفل ده بقى اللي احنا يعني حوشناه مطرح ما عملنا بعد ما اخدنا المية بس بتاعت القهوة. ده بقى التفل بتاعنا. التفل ده هنستخدمه ازاي؟ هنجيب معانا هنا، هنجيب معانا معلقتين من زيت الزيتون او من زيت جوز الهند او زيت اللوز الحلو، اي نوع زيت عندك هينفع. هناخد معلقتين من زيت الزيتون اهو، وهنقلبهم كويس جدا بالشكل ده اهو عشان نمزج الزيت مع الرواسب او التفل بتاع القهوة اللي احنا عملناها، يعني التفل بتاعها ده اهو. ده بقى يا بنات هتدعكي بيه ارضية الراس، وهتدعكي بيه جامد جامد قوي، تحطي تهني كده، تاخدي على ايدك وتدهني ارضية الراس وتدعكي وتدلكيها كويس جدا، حتى طروف الشعر برضو عايزاكي تدهنيها كويس جدا من التفل بتاع البن ده. والمية اللي احنا خدناها من البن دي هتبقى عبارة عن سبراي هترشيه على شعرك، سواء عملتي ده الاول او ده الاول مش هتفرق، المهم تعملي الاتنين مع بعض. تعملي البن ده هتدهني بيه، يعني هيعتبر كدهان البن والزيت، وده هترشي بيه الشعر او ممكن تغسلي بيه شعرك. وعايزاكي برضو تلفي شعرك بعد ما تدهني الوصفة اللي احنا عملناها دي بالزيت والتفل بتاع البن،
تلفي شعرك بالبلاستيك وتسيبيه ساعة او ساعتين. هتتفرجي بقى على جمال شعرك ونعومته بترطيب الشعر وجمال الشعر، وهتشوفي. دي كانت وصفتي النهاردة حبايب قلبي، ان شاء الله باذن الله تعجبكم وتعملوها وتستفادوا بيها ان شاء الله، وما تنسوش تشيروها لكل اصحابكم عشان كل اصحابكم يعملوها ويستفادوا بيها. دي كانت الوصفة النهاردة، حاولي تعملها مرتين في الاسبوع، هتجيب معاكي نتيجة ممتازة جدا. القهوة يا بنات مفيدة جدا 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 للشعر وللبشرة، وممكن تقدري تبحثي عن فوائد القهوة. انا مش طبعا مش هطول عليكي، ابحثي عن فوائد القهوة وهتشوفي فوائدها للشعر، هتخلي شعرك زي الحرير ان شاء الله. حبيب قلبي اتمنى الوصفة تعجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وما تنسوش تشيروا لكل اصحابكم وتشتركوا في القناة اللي ما اشتركش معايا، ويضغط على علامة الجرس بعد ما يضغط على اشتراك عشان كل اشعاراتي توصل لكم، واشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله مع جيجي كل حياتي. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.